مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. أعلن اليوتيوبرز أنس وأصالة وأسامة عن إصابتهم بمرض كورونا. حبايب القلب، بدي منكم كلكم تدعوا لهم بالشفاء وتدعوا لأصالة بأنها تقوم بالسلامة، لأنه حالتها كانت صعبة شوي خاصة أنها حامل، فرجاء ادعوا لهم بالشفاء العاجل. أعلن رضا الوهابي عن خبر موعد نزول فيديو كليب أغنيته الأولى، حيث من المتوقع نزولها يوم عيد ميلاده. اليوم من بعد ما درت لكم تسجيل دخول وبعد ستوريت في الصباح غبرت عليكم. علاش؟ عندي واحد الموضوع اللي بغيت نهضر معكم فيه صراحة، وشحال هذه وكخصني نقول لكم. الأغنية ما بقى ليها والو تخرج، تقريبا تاريخ إصدار رسمي للأغنية 1 نوفمبر اللي هو عيد ميلادي، يعني عيد ميلادي ترقبوا أغنية. أما الموضوع اللي بغيت نهضر معكم فيه هو هاد الأيام أنا مشغول بزاف بالظروف ديال الفيديو كليب، ومن ورا الفيديو كليب غادي يكون الكونسيبت ديال الريدة الجاي سيزون 2، وتحمسوا معايا. هذه الصورة على انستغرام واللي علقت تحتها بيسان إسماعيل بيستنوا مفاجأة كبيرة عندي على الانستغرام غدا. أعلنت بيسان عن خبر عملها على مفاجأة جديدة من بعد ما أعلنت قبل أيام بخبر أغنيتها الثالثة على التوالي، واللي كان خبر غير متوقع لعدد كبير من الجمهور، لأنه واجهت بيسان بآخر فترة تم حذف أغنية مسيطرة وبعدها أغنية البيشن، فصدمت بيسان الجمهور بعملها على أغنية جديدة بعنوان اختي اللي رح تنزل قريبا. بعد ما شاركت نور ستار صورتين على حسابها على انستغرام، الاولى علقت عليها ببفكر فيك ومش نسياك وبكرهك ومش طايقاك، والثانية بي لو فاكر اني في يوم راجعالك يا اخي فال الله ولا فالك هاشتاج بلوك. تساءل عدد كبير من الناس عن هل هذه كلمات الاغنية الجديدة، فأجابت نور على متابعة وعلقت كتير ذكية، يعني أكدت نور على أنه هالكلمات كلمات من الأغنية الجديدة. شو رأيكم بالكلمات؟ تبونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.